بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 38. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الذين آتيناهم الكتاب، المراد بهم هذه الأمة، والمراد بالكتاب القرآن، يتلونه حق تلاوته. وقيل المراد بالذين آتيناهم الكتاب كل الأمم التي أنزل الله عليها كتابا، كاليهود والنصارى وهذه الأمة، فالآية عامة والكتاب عام، ولكن القول الأرجح والمشهور القول الأول، أن المراد الكتاب القرآن، كما قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولا شك أن الذين آتاهم الله الكتاب ولا سيما القرآن قد أنعم الله عليهم نعمة عظيمة، لأن الكتاب هداية وتبصير للناس ونور وحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، حل مشاكلهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فإنزال الكتاب نعمة عظيمة على كل من أنزل الله عليهم الكتاب، ولا سيما هذه الأمة، ولا سيما القرآن العظيم. يتلونه حق تلاوته، يتلونه أي يتبعونه، من تلاه يتلوه إذا تبعه، كما قال سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. إذا تلاها يعني تبعها، القمر يتبع الشمس، فمعنى يتلونه يتبعون ما فيه من الأوامر والنواهي، فيفعلون ما أمرهم ويتركون ما نهاهم عنه، ويعملون بمحكمه، يؤمنون بمحكمه، يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، يحللون حلاله ويحرمون حرام. هذا هو معنى يتلونه، يتلونه
يعني يتبعونه. وقيل المراد يتلونه أي يقرؤونه، يقرؤونه بتدبر وتفهم، ولا شك أن هذا مطلوب، مطلوب أيضا، مطلوب تلاوة القرآن بمعنى قراءته وتدبره، لأن ذلك وسيلة لاتباعه والعمل به، فكلا المعنيين مقصود والله أعلم. يتلونه يعني يتبعونه، يتلونه يعني يقرؤونه ويتدبرونه. حق تلاوته، وليس المراد أنهم يقرؤونه مجرد قراءة ويحسنون به أصواتهم ويجودون حروفه ويقرؤونه بإتقان من ناحية التجويد ومن ناحية الضبط ويتفننون في قراءته بالقراءات الثابتة، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي مجرد القراءة والتغني به وتحسين الصوت به، هذا لا شك أنه طيب، ولكنه ليس هو المقصود، هذا وسيلة، هذا وسيلة إلى تدبره، وسيلة إلى العمل به. أما من يقرأه مجرد قراءة وتجويد من غير أن يعمل به ويقيم حدوده، إنما يقيم حروفه ولكنه لا يقيم حدوده ولا يعمل به، فهذه قراءة غير مجدية ولا نافعة، كالذين يتخذون قراءة القرآن حرفة يتأكلون بها، يقرؤونه في المآتم والمحافل والإذاعات ولكنهم لا يعملون به، فهؤلاء لا يستفيدون من تلاوتهم للقرآن، ولا يتجاوز القرآن حناجرهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى حق تلاوته. حق التلاوة هو العمل به، تقيد بحدوده والعمل بأوامره، تجنب ما نهى عنه، هذا حق التلاوة، لونه حق تلاوته. أولئك يؤمنون به، أولئك هذا اسم إشارة للبعيد، والمراد بذلك علو منزلتهم، أشار إليهم بإشارة البعيد لعلو منزلتهم ورفعتهم عند الله سبحانه وتعالى. يؤمنون به، يؤمنون بالقرآن، من تلاه حق تلاوته فقد آمن به، وهذا فيه دليل على أن الأعمال من الإيمان، لأن التلاوة عمل. ووصف الله الذين يتلون القرآن حق تلاوته أنهم يؤمنون به، فهذا دليل على أن العمل إيمان. أولئك يؤمنون به أي بالكتاب. ومن يكفر به، هذا مقابل، هذا مقابل الذين يؤمنون به، لونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قابلهم
من يكفر به. والذين يكفرون بالقرآن أنواع، فمنهم من يكفر بالقرآن بمعنى يجحد أنه من الله عز وجل ويقول هذا إنما هو قول البشر، أو يقول هذه أساطير الأولين اكتتبها، أو يقول هذا من كلام محمد افتراه، أم يقولون افتراه، يقولون افتراه محمد هو من عنده. هؤلاء كفروا بالقرآن بمعنى جحدوا نزوله من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الكفر بالقرآن من يقول إن القرآن كلام الله، ما هو من عند محمد، هو كلام الله ولكنه مخلوق وليس بمنزل، الله خلقه في محمد أو خلقه في جبريل أو خلقه في اللوح المحفوظ، وليس معناه أن الله تكلم به، وإنما معناه أن الله خلقه، فهو كلام الله بمعنى أنه خلق الله كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. فهؤلاء يكفرون بالقرآن لأنهم لا يعتقدون أنه كلام الله حروفه ومعانيه، وأنه منزل من عند الله، وإنما جبريل عليه السلام مبلغ عن الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فهو كلام الله ابتداء وحقيقة. وأما الرسل، الرسول الملكي وهو جبريل، والرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما هما مبلغان عن الله سبحانه وتعالى. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فهؤلاء لم يؤمنوا بالقرآن أنه كلام الله وأنه منزل من عند الله عز وجل، وإنما قالوا القرآن خلق من خلق الله، فعطلوا الله جل وعلا عن الكلام وعن أعظم صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وكذلك من الكفر بالقرآن الذين يحرفونه، يحرفونه عما دل عليه ويفسرونه بغير تفسيره ويؤولونه بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهم أصناف. فمنهم من يؤول أسماء الله وصفاته ويفسرها بغير تفسيرها ويجحد صفات الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم المعطلة. الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الذين يحرفون أسماء الله وصفاته ويفسرونها بغير تفسيرها ويحملونها على غير حقيقتها وعلى غير محملها، هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن. ومنهم من يحرف القرآن ويؤوله لأجل أن يوافق هواه
ويوافق ما يشتهي، فإذا جاء القرآن على خلاف رأيه وعلى خلاف ما يشتهيه صار يلوي الآيات ويحرفها حتى توافق هواه، فهو يريد أن يخضع القرآن لهواه ورغبته، ولا يريد أن يخضع هواه ورغبته للقرآن. ومثل هؤلاء كل من يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويأتي على النصوص التي تعارضه وترد عليه يأتي عليها بالتأويل، وما أكثر هؤلاء. فهؤلاء لا يؤمنون بالقرآن، لأنهم لو آمنوا به لانقادوا له وأخضعوا آراءهم ورغباتهم وشهواتهم للقرآن. وهؤلاء يقول الله جل وعلا فيهم: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فكل هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن، وهم يتفاوتون في كفرهم بالقرآن العظيم، وكلهم داخلون في هذا الوعيد: ومن يكفر به، أي بالقرآن، إما أنه يكفر بألفاظه ويجحدها ويقول لم تصدر من عند الله، وإما أنه يكفر بمعانيه، يؤمن بألفاظه لكن يكفر بمعانيه ومدلولاته، وإما أنه يقول القرآن معناه من الله وأما الحروف والألفاظ فهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجعل القرآن مركب من مخلوق وغير مخلوق، مثل اللاهوت والناسوت عند النصارى، وهذا قول فرقة من أهل التأويل، يقولون القرآن معناه من الله لكن ألفاظه وحروفه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي تكلم به وهو الذي تلفظ به. فهؤلاء أخذوا قول الجهمية من ناحية وأضافوا إليه قول غيرهم من المبتدعة والمؤولة من ناحية أخرى، لا هم مع هؤلاء ولا هم مع هؤلاء. والواجب في القرآن أن نؤمن أنه كلام الله حقيقة، أن الله تكلم به وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو القرآن، وهذا هو الإيمان به، أن نعتقد هذا، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهذا من صلب العقيدة. أما من يتلاعب في هذه المسألة فإنه ممن يكفر بالقرآن.
من يكفر به فأولئك هم الخاسرون. خاسرون بمعنى أنهم فقدوا السعادة في الدنيا والآخرة، خسروا دينهم وخسروا دنياهم وخسروا آخرتهم والعياذ بالله، وحصر الخسران فيهم فقال هم الخاسرون، وأولئك هم الخاسرون، أي لا أحد أشد خسارة منهم. وكيف يأتيهم الربح وهم يكفرون بالقرآن؟ كيف يأتيهم الربح وهم يكفرون بالقرآن؟ لأنهم سدوا على أنفسهم طريق الربح وهو الإيمان بالقرآن والعمل به والاهتداء بهداه وتجنب ما نهى عنه. أولئك هم الخاسرون، أي لا أحد أشد خسارة منهم والعياذ بالله، لأنه لا طريق للفلاح إلا بهذا القرآن، لأنه حبل الله المتين. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعرض عن ذكري، هذا إعراض عن القرآن، يترتب عليه هذا الوعيد الشديد وأنه يحشر يوم القيامة أعمى. لما عمي بصره، لما عميت بصيرته، لما عميت بصيرته عن القرآن في الدنيا حشره الله يوم القيامة أعمى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وأولئك هم الخاسرون. ولما كان في مقدمة الذين كفروا بالقرآن في مقدمتهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هؤلاء في مقدمة من كفر بالقرآن، لا أقول كلهم بل منهم من آمن بالقرآن واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يبخسهم الله حقهم بل ذكرهم في القرآن ومدحهم وأثنى عليهم ووعدهم بالأجر مرتين. إنما الكلام في الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالقرآن من اليهود والنصارى، مع أنهم يعلمون أنه من عند الله وأن محمدا رسول الله، يعلمون هذا بما أعطاهم الله من الكتاب الذي فيه وصف محمد صلى الله عليه وسلم وفيه وصف القرآن العظيم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ يعلمونه، لكنهم يجحدونه تكبرا وعنادا وحسدا. ولهذا خاطبهم الله بقوله يا بني إسرائيل، لأنهم هم أعظم وهم أعظم وهم أشهر من كفر بالقرآن عن علم ومعرفة وبصيرة،
خاطبهم الله بقوله يا بني إسرائيل، أي يا ذرية يعقوب، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء ذريته، فهم ذرية الأنبياء، وكان الأجدر بهم، كان الأجدر بهم أن يؤمنوا بهذا القرآن، هم أولى الناس بالإيمان به لما أعطاهم الله من العلم والمعرفة بهذا الرسول وبالقرآن، لكنهم كانوا أول كافر به والعياذ بالله. يا بني إسرائيل، مراد بهم اليهود والنصارى، وناداهم الله باسم أبيهم نبي الله يعقوب من باب تذكيرهم بأنهم لا يليق بهم أن يكفروا بالقرآن وهم أولاد إسرائيل عليه الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ذكرهم الله جل وعلا بنعمه التي أنعمها عليهم، وكان الأجدر بهم أن يشكروها، وفي مقدمتها أن الله جعلهم أهل كتاب، في مقدمة نعم الله عليهم أن الله جعلهم أهل كتاب وأهل علم، فكان الواجب عليهم أن يبادروا لامتثال القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتلوا القرآن حق تلاوته. اذكروا نعمتي، المراد نعمتي أي النعم، لأن المفرد إذا أضيف يعم. اذكروا نعمتي أي نعمي التي أنعمتها عليكم، فالله أنعم على بني إسرائيل بنعم عظيمة، أولها أن الله أرسل إليهم كليمه موسى عليه الصلاة والسلام فآمنوا به، وخلصهم الله على يده من عدوهم فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستخدمهم في أخس الحرف. فلما بعث الله رسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام وآمنوا به خلصهم الله على يده من هذا الطاغية الملحد الذي لا يعرف ربا ولا يؤمن بكتاب ولا برسول. ولهذا يقول لهم موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن نعم الله عليهم أنه جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا كما ذكرهم موسى عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من عالم زمانهم،
جعل فيكم أنبياء. فكل الأنبياء بعد إبراهيم فإنهم من ذرية إسرائيل ومن بني إسرائيل، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وكان الأنبياء في بني إسرائيل والملك، النبوة في سبط من أسباطهم والملك في سبط آخر، فجعل فيهم الأنبياء وجعل فيهم الملوك، مكنهم في الأرض بعد أن كانوا مستضعفين ومشتتين تحت وطأة فرعون، صار فيهم أنبياء وصاروا ملوكا في الأرض. فالواجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى. ومن نعم الله عليهم أنهم لما كانوا في التيه في الصحراء القاحلة ليس عندهم ماء وليس عندهم طعام، أوجد الله لهم الماء لأن أمر رسوله وكليمه موسى أن يضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل ناس مشربهم، 12 عينا بعدد أسباطهم وبعدد قبائلهم حتى لا يتزاحموا على الماء، حجر واحد فجر الله منه 12 عينا، هذا من أكبر النعم، وهم في صحراء قاحلة ليس فيها ماء، هذا من أكبر النعم عليهم. طعام أوجد الله لهم المن والسلوى، اللحم والحلوى التي تنزل عليهم من السماء وتنبت من الأرض ومنها الكمأة، فصاروا في نعمة في هذه الصحراء. وظلل عليهم الغمام بدل أن تحرقهم الشمس، ظلل عليهم الغمام، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه نعم عظيمة أعطاها الله لبني إسرائيل، ولهذا ذكرهم الله بها في قوله يا قوم اذكروا، ذكرهم الله بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وهذا ليس خاصا ببني إسرائيل، بل هو عام لكل العباد، يجب عليهم أن يشكروا نعم الله عليهم. وهذه الأمة أجدر في أن تشكر الله على ما أنعم عليها من النعم، والشكر هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بنعمه ونسبتها إليه، والشكر يكون باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، يذكرها بلسانه ويعدها بلسانه ما يستطيع منها، وإلا فالنعم لا يستطيع الإنسان أن يذكرها كلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن يذكر ما يعرف منها بلسانه، يتحدث بها من باب الشكر لله. وأما بنعمة ربك فحدث، ويعترف بها بقلبه، ما يكفي أنه يتحدث بلسانه، بل لا بد أن يعترف بقلبه أنها من الله سبحانه وتعالى، وليست من كده ولا من كسبه ولا من حيلته ولا من حوله وقوته، وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى. ولا يكفي هذا أيضا، بل لا بد أن يستعملها في طاعة الله، وأن يصرفها في طاعة مسديها وموليها. هذه أركان الشكر على النعم: تحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها وموليها. فأما من كتم النعم ولم يتحدث بها، أو جحدها بقلبه وأنكرها بقلبه، أو صرفها في غير طاعة الله واستعان بها على محارم الله وتوصل بها إلى معاصي الله، فهذا لم يشكر نعمة الله، وسيحاسب عليها
يوم القيامة سيحاسب عنها نعمة النعمة، كيف صرفتها وكيف استعملتها؟ اذكروا نعمتي، وشوف قال نعمتي، أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى، أي أنها منه وحده وليست من غيره، نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي واذكروا أيضا أني فضلتكم على عالم زمانكم، لأن العالم كانوا على كفر وعلى إلحاد، وأما بنو إسرائيل فإن الله أنعم عليهم بهذه النعم العظيمة من بين العالم في وقتهم، وسببها كله، سبب هذه النعم هو ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من الحق والكتاب والدين، فأثمر لهم هذه الثمرات، فمنهم من شكرها ومنهم من كفرها وهم الأكثر. وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانهم. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن أمته هي أفضل العالم، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فخير العالم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من آمن منهم بالله ورسوله واتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه خير البرية وخير البشر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم إن الله سبحانه وتعالى وعظهم وذكرهم بالمستقبل، المستقبل الذي ينتظرهم، وهو يوم القيامة، يوم يحاسب الله الخلائق فيجازي كل عامل بعمله، فيجب على كل مؤمن أن يتذكر هذا اليوم وأن يستعد له، وليعلم أنه مهما عمل في هذه الدنيا فإنه محصن عليه ومكتوب عليه في دواوين الحفظة، لا يغادر كبيرة ولا صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. واتقوا يوما، الذي هو يوم القيامة، ونكره لتهويله، نكره لتهويله وتفخيمه، وأنه يوم هائل، يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو اليوم، يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. هذا اليوم لا ينجي منه إلا التقوى. اتقوا يوما، والتقوى معناها أن تتخذ وقاية، أن تتخذ وقاية تقيك من أخطار هذا اليوم ومما فيه من المحاذير. وهذه الوقاية شيء واحد، هي العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لا يقي من هذا اليوم إلا طاعة الله سبحانه وتعالى، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بكتاب الله عز وجل. لا يقي من هذا اليوم شيء إلا هذا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. سد الله جميع طرق النجاة في هذا اليوم،
لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا واحد. والثاني لا يقبل منها عدل، والثالث لا تنفعها شفاعة، والرابع لا ينصرون، لا ينصرون. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يتحمل عنك أحد من الناس ولو كان أقرب الناس إليك ما يتحمل عنك شيء من الجزاء والعقاب، ما أحد يتحمل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام يقول نفسي نفسي، لا أسألك مريم التي هي أم. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ما أحد يتحمل عنك، كما يكون هذا في الدنيا. يمكن في الدنيا إذا صار عليك أمور أو ديون يتحملها عنك واحد، ولكن في الآخرة لا، ما أحد يتحمل عن أحد شيئا، لا من الأقارب ولا من غيره. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا واحد. الثاني لا يقبل منها عدل، أي الفدية. لو أن الظالم يوم القيامة جاء بفدية يشتري نفسه، فدية يفدي نفسه ويقدم مال لعله يسلم من العذاب، ما يقبل منه فدية. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الفدية. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. لو أن لهم ما في الأرض من الأموال وأيضا مثله معه وجاءوا يبي يفتدون أنفسهم ما يقبل منهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هم مثل الدنيا، يمكن تشري نفسك بالمال، تخلص من العقوبة بالمال، لا، هذا ما الآخرة ما فيها، ما فيها فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ولا يقبل منها عدل ولا تنفع، هذا الرابع، لا تنفعها شفاعة. يمكن أنه لا صار ما أحد يبي يتحمل عنه ولا تقبل منه الفدية، ولا تقبل منه الفدية. يمكن أنه يجي واحد يشفع له، توسط له عند الله، يتوسط له عند الله أنه يخلص من هذا العذاب، مثل ما يكون هذا في الدنيا. إن الإنسان إذا طلب أو طلب بشيء يقدم ما واحد يتوسط له عند ولي الأمر ويخفف عنه أو يخلصه من هذا. هذا لا يحصل يوم القيامة ولا تنفعها شفاعة. وهذا خاص بالكفرة، خاص بالكفرة والمشركين، لا تنفعهم شفاعة ولا أحد يشفع لهم، ولو شفع ما يقبل. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالكافر والظالم لا تقبل فيه الشفاعة أبدا. أما الموحد المؤمن فتقبل فيه الشفاعة بشرطين. الشرط الأول أن يطلب الشفاعة من الله فيقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، يطلبها من الله لأنها ملك لله لا تطلب من غيره. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، تطلب من الله بهذا الشرط، ولا تطلب من الأموات. فإن الذين يطلبون الشفاعة من الأموات هذا شرك بالله عز وجل، لأن الميت لا تطلب منه شفاعة ولا يطلب منه شيء. لكن كثير من عباد القبور اليوم تكدسون عند الأضرحة ويستغيثون بالأموات وينادونهم ويقولون اشفعوا لنا عند الله،
وإذا أنكر عليهم هذا قالوا نحن ما أشركنا إنما نريد منهم الشفاعة، ولا نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، ولكننا نطلب منهم الشفاعة والوساطة عند الله جل وعلا. تطلب الشفاعة من ميت؟ هذا لا يجوز. أو بعضهم يزيد على الطلب فيتقرب إلى الولي أو إلى الميت، يتقرب إليه بالعبادة، يدعوه ويستغيث به ويذبح له وينظر له ويستنجد به، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم هذا شرك أكبر، كيف يشفعون لك وانت مشرك؟ هذا ما يمكن، ما يمكن هذا. وهذا مثل صنيع الأولين، ويدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يا سبحان الله، تدعونهم تعبدونهم وتقولون شفعاؤنا عند الله، هذا شرك أكبر لا تقبل فيه الشفاعة. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنهم لا يملكون الشفاعة، الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، فاطلبوها من الله، هذا شرط. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد وأهل الإيمان، فإذا رضي الله عن المشفوع فيه أذن له أذن لمن يشفع فيه، وإلا إذا لم يرضى الله عنه فإنه لا يأذن في أن يشفع فيه. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا شرط، ويرضى، هذا الشرط الثاني، يأذن الله لمن يشاء في الشفاعة ويرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد وأهل الإيمان، هذه هي الشفاعة المثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، أو الشفاعة في المشرك والكافر، هذه لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، تقطعت بهم الأسباب، ما أحد يتحمل عنهم، ولا أحد، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، ما أحد يفتدي يوم القيامة، ما تقبل منه الفدية، تقول يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، ما تقبل فيه، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الرابع، السبب الرابع، النصرة، يوم القيامة ما فيه نصرة، الدنيا فيه إن حد يناصرك من أقاربك ولا من عشيرتك ولا من الناس ينصرونك ويدافعون عنك، لكن الآخرة الكافر والمشرك ما يجد من يدافع عنه، ولا هم ينصرون، ما أحد ينصرهم، بل إن الناس يلعنونهم، الناس يلعنونهم يوم القيامة. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أسأل الله العافية والسلام. فالمسلم إذا قرأ القرآن بتدبر وحضور قلب ووعي ورغبة في النجاة، فإنه سيجد فيه العجب العجاب، يجد فيه الشفاء لقلبه، ويجد فيه النور، ويجد فيه الهداية، ويجد فيه طمأنينة النفس، انشراح الصدر، يجد فيه الخير الكثير. لكن إذا مر عليه مرورا على الحروف فقط وباللسان ولم يصل إلى القلب ولم يتدبر ولم يتفهم، فإن هذه القراءة ما وجودها كعدمها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أن يجعلنا ممن يؤمن بالقرآن، آمين، يؤمن بالقرآن العظيم، آمين، ويعمل به ويؤمن بمتشابهه
ويتلوه حق تلاوته، وأن يجعل هذا القرآن شفاء لقلوبنا، وأن يجعله هداية لبصائرنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، آمين، ونور صدورنا، آمين، وسائقنا ودليلنا إليك، آمين. اللهم اجعله حجة لنا، آمين، ولا تجعله حجة علينا، آمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم اجعل عملهم في رضاك، واهدهم بهداك. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين. اللهم ولي علينا خيارنا، آمين، واكفنا شر شرارنا، آمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمين، وقنا شر الفتن، آمين، ما ظهر منها وما بطن، آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، آمين، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، آمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، آمين. اللهم اكفنا شر الأشرار، آمين، وكيد الفجار، آمين، وعذاب النار، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: إذا أردت أن أصلي صلاة الوتر أو أصلي صلاة الضحى، هل أؤذن وأقيم الصلاة أم أكتفي بالإقامة أم أصلي؟ صلاة الوتر وصلاة الضحى نوافل، النوافل لا يؤذن لها ولا يقام لها، هذا في الفرائض. الأذان والإقامة خاصان بالفرائض، أما النوافل فلا يؤذن لها ولا يقام لها، إلا ما ورد أن صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة، أما غيرها فلا ينادى لها. نعم. ما حكم الوضوء بماء زمزم؟ لا بأس بالوضوء بماء زمزم، لكن يكره الاستنجاء به. استنجاء به وهو غسل الفرج بماء زمزم مكروه، لأنه ماء شريف لا ينبغي أنه يمتهن في غسل النجاسات وغسل الفرج. أما الوضوء به غسل بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فلا بأس بذلك. هل طواف تحية البيت الحرام لازم أو سنة، مع العلم أنني ذاهب إلى جدة كل يومين؟ طواف غير طواف الحج والعمرة، طواف الحج والعمرة واجبان وركنان من أركان النسك، وأما الطواف المطلق لغير نسك فهو سنة. أنك تطوف بالبيت العتيق طواف من غير نسك هذا سنة، خصوصا للقادم إلى مكة، فإن الأولى به أن يبدأ بالطواف، لأن الطواف تحية البيت للقادم. نعم. قدمت من الرياض ووصلت إلى مكة أمس واعتمرت وأريد أن أعتمر لأبي، فمن أين أحرم؟ نعم. يقول: قدمت من الرياض وأديت عمرة لنفسي أمس وأريد أن أعتمر لأبي، فمن أين أحرم؟ تحرم من الحل، تحرم من الحل، تطلع للتنعيم أو للجعرانة أو للحل تحرم بالعمر، ولكن الأولى أنك ما تطلع من الحرم، بل تبقى في الحرم وتشتغل بالعبادة والاعتكاف والصلاة والطواف بالبيت
هذا أفضل من أنك تخرج إلى الحل لتأتي بعمرة. إذا قدمت مرة ثانية إن شاء الله تأتي بعمرة لمن تريد، إذا قدمت من سفرك مرة ثانية تأتي بالعمرة لمن تريد. نعم. يقول لي أخوين توفي في حادث سيارة، أحدهما له أولاد وقرر المرور أن الحادث المتسبب فيه سائق السيارة الذين هم معه راكبون فيكون عليه الدية، ولكن من نظري في حالهم وجدتهم فقراء مساكين، فهل يحق لي التنازل عن الدية بصفة الوكيل الشرعي عن الأيتام؟ لا، لا يحق لك التنازل عن الدية، لأن الدية حق لهم، وولي اليتيم لا يتنازل عن شيء من حقوقه، وإنما يحفظها له حتى يبلغ أشده راشدا يدفع إليه ماله، فلا يحق لك التنازل عن الدية لأنها حق للأيتام، حق للقصار. أما لو كانوا كبارا بالغين فإن هذا يرجع لهم هم، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الدية، أما القصار فوليهم يأخذ الدية لهم ويحفظها مع ميراثهم إلى أن يكبروا. نعم. كيف نرد على من يقول بجواز الاستماع للأغاني، وما حكم من يتبع المذهب الظاهري؟ الأغاني، الاستماع للأغاني حرام، الله جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، والأغاني له، الله جل وعلا يقول والذين هم عن اللغو معرضون، فهي لغو ولهو، هي لغو ولهو. له قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فهي لهو. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو والله الغنى، يعني لهو الحديث هو والله الغنى، هو والله الغنى، هو والله الغنى، ثلاث مرات يحلف. وقال ذلك غيره من الصحابة، فسروا له لهو الحديث بأنه الغنى. وفي حديث أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي أناس يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، المعازف وهي آلات اللهو، ومعنى يستحلونها أنها حرام، وقرنها مع الخمر والحرير على الرجال، والزنا أشد، الحرى وهو الفرج يستحلونه بغير الزواج، قرنها مع هذه الجرائم، دل على أن آلات اللهو والغنى أنها محرمات لا يجوز الاستماع إليها. هذا هو الرد على من يستبيح الغنى وليس معه دليل يقاوم هذه الأدلة، إنما معه الهوى فقط، والهوى هذا لا يعارض به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الشيطان هو الغنى كما جاء ذلك تفسير ذلك في كتب التفسير، هو الغنى صوت الشيطان. نعم. تقول السائلة فتاة جاءوا إلى الطائف وجلسوا أياما ثم جاءت الدورة الشهرية وهي في الطائف، ثم جاءهم خبر وفاة قريب لهم في مكة، وجاءوا إلى مكة وتقول عليها الدورة الشهرية وهي في الإحرام، نوت العمرة ولم تحرم، ماذا تفعل؟ هل عليها دم؟ وكيف تقضي العمرة؟ شلون نوت الإحرام ولم تحرم؟ إذا نوت الإحرام صارت محرمة، إذا نوت الدخول في النسك فهي محرمة، تبقى على إحرامها حتى ينقطع عنها الدم ثم تغتسل ثم